منتدى ديال التواصل مش اول مره كنديروا، حنا كنديروا في نصطه جديده وفيه مجموعه ديال الانشطه بالطبع في الندوه الفكريه اللي حنا غيتضاق اشغالنا اللي الموضوع ديالها هو التعاقد الجديد. المنطلق ديال التعاقد الجديد هو الرغبه ديال المشاركه الفعليه في الحياه العامه. ملي كنذكروا على الحياه العامه ماشي غير الحياه السياسيه بل كذلك الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. عندنا جوج ديال المحاور الاساسيه. المحور الاول غنحاولوا من خلاله تلمس ما معنى التعاقد الجديد، وجلسه ثانيه اللي غيشاركوا فيها بعض الاطر من مختلف التخصصات اللي غايتها هو تحديد افق هاد السبل. بالطبع ملي كنذكروا على السبل كنذكروا كذلك على الاليات. كنعرفوا بان في الخطاب ديال الخطاب الملكي ديال السنه الماضيه بالمناسبه الذكرى ديال 20 غشت تم تاكيد او تم تشخيص ديال الوضعيه ديال مغاربه العالم، وبتوجيه ملكي ديال ضروره اعاده النظر ماشي غير في السياسات العامه بل كذلك في كل الاليات اللي كتعلق بمغاربه العالم من مجالس الحكامه الى تفعيل البنود ديال الدستور. كتعرفوا بان الدستور ديال 2011 خص واحد المجموعه ديال الفصول وعطى لمغاربه العالم المكانه ديالهم المكانه المناسبه. فاليوم هو غينوقفوا على اين وصلنا، خصوصا واننا على بعد مسافه ديال 12 سنه من تصويت على الدستور، وكذلك سنه على الخطاب الملكي ديال 20 غشت. فهو النقاش مفتوح. كنتمناو على انه يمكن نقدموا خلاصات اللي غتمشي في اتجاه ديال تمكين مغاربه العالم من اخذ المكانه الحقيقيه ديالهم في تسير شعل عام. الاهتمامات ديال الجمعيه ديالنا بالطبع هي هاد المساله ديال المشاركه ولكن كاين جانب كذلك هو الحضور على مستوى التنميه المحليه. احنا جمعيتنا الان كتشرف على 4 ديال المشاريع في المغرب، مشاريع ديال التنميه، جوج عندهم علاقه بالماء وجوج عندهم علاقه بالتنميه. فحضورنا كنقول الحضور كيعكس المكانه ديال مغاربه العالم من خلال المشاريع اللي هي ملموسه، ولكن كذلك حضور المعنوي من خلال الرغبه الاكيده المساهمه الفعليه في التدبير الشعل العام. اللي كنقولوا التدبير الشعل العام من خلال التمثيليه المؤسساتيه وكذلك المشاركه السياسيه. واحد الدراسه هذا جانب من الجوانب اللي حنا غنهتموا بهم اليوم. كتعرفوا بان مغاربه العالم كيساهموا بواحد الشكل كثير بالتحويلات ديالهم في تنميه الاقتصاد المغربي، الاعتبار ان التحويلات كتشكل اول مدخل بالنسبه للمغرب على مستوى القطاعات الاقتصاديه، يعني انه كتوازي المداخل ديال الفصوات، كتوازي كذلك المداخل ديال السياحه. فملي كنقولوا المداخل كنظنوا كذلك الطريقه ديال استعمالها. مع الاسف 85% ديال التحويلات كتمشي مع الاسف في الدعم الاسري، وكتمشي كذلك في الادخار. احنا رغبتنا هو ان هذا الرقم الكبير اللي موجود في الابناك يتحول لاستثمارات منتجه اللي يمكن تخلق فرص ديال العمل. مغاربه العالم فهم كعضو اساسي في التكوين الاجتماعي ديال المجتمع المغربي، اي هو المغرب او الشعب المغربي عبر العالم، فهو تركيز لتواجد ثقافي والروح للمغاربة عبر العالم، فهي واجهة للمغرب ثقافيا حضاريا اجتماعيا وسياسيا كذلك. لذا فضرورة الأخذ بعين الاعتبار بأن الفاعل الهجروي هو مستقبل لهذا البلد، لأنه قنطرة العبور لما هو هناك وما هو هنا. فهناك هذاك الأخذ ما بين ما عند التراث المغربي والثقافة المغربية والحضارة المغربية، أي كتمشي لكن كتطعم بما هو عند الغير، وحنا في واحد العالم اللي ولا يعني صغير جدا وما يمكنناش نبقاو مغلوقين على نفسنا. فالحداثة دور
الهاجر المهاجر فيها أساسي، والحادثة تعني أنها حقوق الإنسان المعترف عليها كونيا، هو أساسا أن تكون هناك دولة الحق والقانون على يعني في معطياتها ثابتة لاستقلال المؤسسات. إذن المهاجر كيعيش خاصة اللي في الدول اللي فيها واحد تجربة ديمقراطية قديمة لها أسس، فحق المواطنة موجود. هذا هو الفرق اللي كيمكن يعني ولا الدور اللي كيمكن يلعبوا المهاجر، هو باش تطعيم الجسد المغربي اللي زال مخضرما، فهمتي، في تواجده ما بين الماضي والمستقبل، وبأن هذه القفزة النوعية للمجتمع المغربي لدخول الحضارة يعني من بابها الواسع هو اللي كيمكن المهاجر يلعب فيه دور، كما لعبوا الى بغينا نقولوا داك الفئه المتفتحه في بدايه القرن الماضي اللي كانوا يعني في حول واحد المجله سميتها لسان المغرب، اللي كانوا كيقولوا بان المغرب يمكن له ان يكون مثل اليابان. شوف هذه قرن الزياده. اذا خصنا الان نقولوا بان كيف المغرب يعني هو في اقصى الغرب لهذا الكرة يعني للميتا أن يكون بعد يعني عقد ولا عقدين والجينيراسيون يعني جيل ولا جيلين، يعني يكون عند القدرة أو الإرادة السياسية باش نقوله من دابا جيل ولا جيلين أن نكون في مستوى كوريا واليابان. وكنظن بأن العبقرية ديال المهاجرين لأنهم كيطعموا يعني كيتفتحوا على العالم، مش فقط غير كنظرة خيالية بل كواقع معاش، كنشوف بأن كيف هذا المهاجر كيمشي من المغرب وكيمشي يعني للدول الأكثر تقدما وكيقدر ينسجم وكيقدر يفعل تما وكيقدر يعطي المثال في يعني في المواطنة دياله هناك. إذن خصنا نستفدوا من هذ المهاجرين، وفضل الله المهاجرين على الأنصار درجات، يعني هذا كاين. الله يبارك فيك.